بنحب الحلوين، والقطة نانا تقول بنحب الأمان. الأمان يعني إيه؟ الحرام يعني إيه؟ إحنا نعرف، بس الفار الفرفور ما يعرفش. فار الحدوتة اسمه الفار الفرفور، زي كل الفيران كان يتشعبط على الحيطة ويدخل في القرار. عيش يا قرش، لب يا أزأس، عسل، لبن، جبنة، زبدة، كله كان يعرف كل الأكل، لكن ما كانش يعرف أمانة يعني إيه. فرفور ما كانش يعرف حرامي يعني إيه. يسأل هو الحرامي شكله إيه؟ الفار العجوز يوصف له، الفار العجوز يحكي له. الحرامي يا شكل الحرامي غريب خالص، بالليل كده من غير خبر ولا حس، تبص تلاقيه قدامك. الفار الفرفور يسمع، والفار الفرفور كل ما ينطفي النور ينط نطته، يتشعبط شعبطته ويدخل في القرار. قرقشة، قرقضة، خطر، سرقة، خطر، سرقة، وياكل. ما هو فار فرفور كان يعرف كل الأكل، لكن ما يعرفش الأمان. طب والحرامي؟ لا بقى، هو خلاص يعرفه. الحرامي شكل الحرامي غريب خالص، بالليل كده من غير خبر ولا حس، يبص يلاقيه قدامه. لكن الله، افرض هو بس شاف الحرامي، يبقى يعمل ايه؟ فرفور الفار ما يعرفش، يجري على الفار العجوز يسأله. افرض يا فار يا عجوز، بصيت شفت الحرامي جاي يسرق جبنتي، اعمل في الحرامي ايه؟ الفار العجوز يضحك ويقول، على طول تصرخ وتقول حرامي. كل الفران تتلم تعده من رجليه، يهرب ويجري. خلاص بقى فرفور الفار عرف خلاص اهو، اول ما يشوف حرامي على طول يصرخ ويقول حوشه، تتلم الفيران وتعد الحرامي من رجليه، يهرب ويجري وبس خلاص. والفار فرفور كل ما ينطفي النور ينط نطته ويتشعبط شعبطته ويدخل في القرار. قرقشة، قرقضة، خطف سرقة، وياكل. والقطة نايمة. ما هو فار فرفور كان يعرف كل الأكل، لكن قلنا ما يعرفش الأمانة، وكان كمان يعرف الحرامي، شكل الحرامي غريب خالص، بالليل من غير خبر ولا حس هيلاقيه قدامه، وما يلاقيه يصرخ ويقول حرامي، تتلم الفيران عليه تعد الحرامي من رجليه، يهرب ويجري. يوم من ذات الايام ينطفي النور والقطة تنام، والفار فرفور ينط نطته، يتشعبط شعبطته ويدخل في القرار. بالليل الدنيا بالليل، والفار فرفور نازل قرقشة وقرقضة وخطف وسرقة، وبياكل. والقطة نايمة. ما هو فار فرفور يقول، ياما نفسي ابقى فار بطرطور، يطلع من القرار ما ينزلش من الشباك، لكن يمشي هنا ويمشي هنا. ياه، ده البيت كبير خالص، يطلع على ترابيزة وينزل على كنبة وينط على سرير، وكل البيت نايم، حتى القطة بسبسة هي كمان نايمة. اطلع وانزل واطلع. الله، ايه اللي على الشماعة دي؟ دي طاقية تنفع طرطور. والفار فرفور ينط على الشماعة، يخطف الطاقية يحطها على راسه. دلوقتي انا الفار فرفور بطاقية وطرطور، لكن ايه دي كمان؟ ده قفطان. والفار فرفور ابو طرطور يخش في القفطان، طرطور وقفطان. ياه، حلوة الحكاية دي. فرفور ينط من هنا ينزل هنا ترابيزة، كنبة، شماعة، سرير. لكن بس اسكتوا، فرفور ابو الطرطور ينط قدام المراية. اهو بقى فرفور ابو الطرطور عمره ما شاف مراية، عمره ما شاف صورته، عمره ما شاف كده ولا عارف كده. فرفور بيرقص، فرفور بيلف لفته يشوف في المراية ايه. يا خبر، من غير خبر ولا حس يلاقي قدامه شكل غريب، ولا فار ولا قطة ولا بني
بني آدم لكن شكل غريب. يا خبر، أكيد أكيد اللي قدامه ده الحرامي. تعمل إيه يا فار؟ تعمل إيه يا فرفور؟ فرفور عارف بقى يصرخ يصرخ، حوشه حرامي حرامي. القطة تصحى وكل البيت يصحى، فين الحرامي فين؟ الفار فرفور يشاور لهم على صورته في المراية ويقول أهو الحرامي أهو. بس اللي ينزل على راسه بالمقشة ينزل، واللي يشد في ديل فرفور يشد، والقطة تشيله وتهبده، وفرفور أبو الترطور يصرخ ويستغرب. الله، إيه ده؟ ليه كده؟ الحرامي هو اللي قدامي، بتضربوني أنا ليه؟ واتضرب علقة سخنة. بس فين وفين لما فرفور عرف ايه يعني المراية وايه يعني الحرامي وايه يعني الامانة. حلوين، عارفين مين قال لي على كده؟ مين؟ القطة نانا.